برودلينك اس 1 فاصل كهربائي ذكي بخليك من تليفونك وعبر الانترنت تقدر تتحكم بقطع ووصل الكهرباء عن اي جهاز بهمك تتحكم فيه، مثل الاظان، مكيف، شفاج، اناره وغيره من قصص. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدوباره، انا حمزه. بهذا الفيديو بدي احكي عن برودلينك اس 1 الفاصل الكهربائي الذكي، شو بيعمل، كيف بنركبه، كيف بنستعمله وبعض التفاصيل. الاس 1 فاصل كهربائي ذكي بتحكم فيه من تطبيق مجاني على الهاتف الذكي، وتطبيق بتواصل مع الاس 1 من خلال راوتر الواي فاي العادي محليا او من خلال الانترنت عن بعد وين ما بكون. عبر الاس 1 بسمح بمرور او بقطع التيار الكهربائي عن اي جهاز بهمني اتحكم فيه، مثل الاظان، الدفاية، الشفاج، الاناره وغيره من قصص مثلهم. وهذا الشيء في اعمله من التطبيق فورا مباشره، يعني بارسال اوامر لاقطع او مشي الكهرباء اون اوف، وكمان بقدر حط مؤقتات وجداول زمنيه تايمرز ليدور ويطفي فاصل اوتوماتيكيا بالاوقات اللي انا بحددها، واكيد بقدر طفيه وشغله يدويا عبر هيدي الكبسيه اللي موجوده هون. طريقه تركيبه او توصيله هي عبر الشرطان، في مدخل كهرباء 220 فولت فيش حامي وفيش بارد، ومخرج كهرباء كمان 220 فولت فيش حامي وفيش بارد، بيروحوا على الجهاز يلي بدي اعطيه كهرباء واتحكم فيه. الفاصل بقدر التحمل 10 امبير ماكسيموم. لقدر استعمل هيدا الفاصل الذكي لازم يكون عندي هاتف ذكي وراوتر واي فاي، واكيد للتحكم عن بعد لازم يكون عندي انترنت. بالكرتون في عندي دليل الاستعمال يلي بيشرح كيفية تركيب الجهاز وبعض التفاصيل المفيدة مثل خريطة الشرطان، واكيد في عندي الفاصل الذكي. الاس 1 تسميمه بسيط، مجهز بفتحات على جوانب اذا حبينا نعلقه او نثبته، وعلى ظهره مكتوب قدرات وتفاصيل الجهاز وخريطة الشرطان حسب الالوان والاصطفاف. قياس الجهاز هو بطول 8 سنتيمتر، عرض 4.5 سنتيمتر، وغمق 3.2 سنتيمتر. اما الشرطان يلي رايحين على الجونكسيون فطولهم حوالي 13.5 سنتيمتر. بالنص عندنا هيدي الكبسي وهي يلي نفس الوقت مؤشر ضوء بيقلنا شو حالة الجهاز، اذا داير او مطفي او جاهز لينشبك او غيره من حالات، واكيد هي ذاتها فينا نستعملها لنسفر ذاكرة الجهاز. من خلال تليفون ذكي في استعمل تطبيقين لاتحكم بالاس 1، اتنيناتهم في احملهم من جوجل بلاي ستور او من ابل ستور، يعني بيمشوا على اجهزة الاندرويد وبيمشوا على اجهزة الابل. اول تطبيق اسمه اي كنترول، وهو جدا سهل الاستعمال، مؤلف من شاشة رئيسية وحدة، بينفع لاتحكم فيه بسبعة من اجهزة ذكية. ثاني تطبيق هو IHC Intelligent Home Center، وهو تطبيق منظم أكتر، يعني فينا نخلق بقلبه عدة أماكن مثل بيت، مكتب، شاليه، وكل مكان بنخلقه بيخلينا نتحكم بالأجهزة يلي مشبوكة على الواي فاي راوتر تبعه، وكل مكان فينا نقسمه لعدة غرف مثل مطبخ، غرفة نوم، غرفة قعدة وغيره، وكل صفحة مخصصة لغرفة. وأخيرا هذا التطبيق بيسمح لنا نتحكم بالفاصل الذكي عبر أمازون أليكسا وجوجل هوم بالأوامر الصوتية، والتطبيقين بخلوك تشارك قدرة التحكم بهيدي الأجهزة الذكية مع الأفراد المتصلين على شبكة الواي فاي المحلية، يعني فيك تتحكم بنفس الجهاز من عدة تليفونات. لركب وبرمج واستعمل الاس 1 اول شيء بدي اعمله هو انه بدي وصل الشرطان. رجاء اذا ما كان عندكم المعلومات والخبرة التقنية الاساسية عن الكهرباء يفضل انه تستعينوا باختصاصي كهربائي، وعند توصيل او فك اي شريط من الاس 1 تاكدوا من انه التيار الكهربائي مقطوع عن كل الشرطان. معايير السلامة والتأني بالتوصيل مهمة جدا لسلامتكم. أول شي بدي أعمله بدي أوصل الانبوت. مثل ما مكتوب بدليل الاستعمال، الانبوت مدخل الكهرباء 220 فولت، الشريط الأحمر هو للحامي، والشريط الأزرق هو للبارد، والمخرج الأوتبوت يلي بيروح على جهاز الكهربائي يلي بدي أتحكم بكهربته لدوره وطفيه، الشريط البني هو للحامي، والشريط الأسود هو للبارد. بعد ما أوصل الشرطان وفقا للمعلومات يلي على الدليل بالخريطة، هلا صار فيه أعطي كهرباء للفاصل. أنا هحط الفيش بالكهرباء بما انه عملت له فيش دكر وفيش انتاي. اول ما احط الفيش بالكهرباء الفاصل لازم يدوي 3 من ضوين لثلاث اضوية بالثانية تقريبا، في حاله بحالات قليلة ما كان الضو هيك يعني بدنا نسفر ذاكرة الجهاز، كل اللي علينا نعمله انه نكبس هيدا الزر ونضلنا كبسين لثلاثين ثانية ليصير يدوي من ضوين لثلاث اضوية بالثانية. قبل ما بلش اشتغل من التليفون في كم معلومة حابب احكي عنها. اول شي ضروري تكون اشارة الواي فاي منيحة مطرح ما حاطين الجهاز، يعني مطرح ما بيكون تليفوننا لاقط شحطتين بإشارة الواي فاي بيكون مطرح مناسب للجهاز حتى ما نواجه مشاكل بعدين بالتحكم. تاني شي لازم نتأكد انه تليفوننا مشبوك على الراوتر المحلي على شبكة الواي فاي المحلية يلي بدنا نزيد عليها جهاز الاس 1. واخر شي بدي اقوله انه بهذا الفيديو حاستعمل تطبيق Intelligent Home Center IHC. اذا ما كان عندكم هذا التطبيق على تليفونكم فيكن تفوتوا على الجوجل بلاي ستور او على الابل ستور وتفتشوا عليه بالاسم مثل ما مكتوب وتحملوه، وفي رابط حيكون موجود بالتفاصيل تحت. اذا اول مرة بستعمل التطبيق اكيد لازم اخلق حساب جديد وعب المعلومات اللازمة. بعد ما خلص وافتح التطبيق من الشاشة الرئيسية اللي هي الهوم بيقوز على علامة الزايد اللي موجودة على يمين اعلى شاشة التطبيق،
ومن الليستة اللي بتنزلي بختار الخيار الأول يلي هو Add Device. بالصفحة التالية اللي بيفتح فيها الكاميرا لأعمل سكان لشي، ما هعمل سكان، هأكبس على Add Device by Category يلي موجودة بأسفل الشاشة تحت بالكبير. هيدي الصفحة هي صفحة الديفايس كاتيجوري. بهذه الصفحة بدي اختار الفئة اللي بينتمي لها الجهاز يلي عندي اياه. الاسي 1 بينتمي لسمارت بلاك، فبكبس على سمارت بلاك يلي هو الخيار التالي. هلا بهيدي الصفحة بدي اختار الموديل تبع الجهاز يلي عندي اياه. انا عندي اسي 1 يلي هلا عم نعمل لها اد، هي اسي 1 ويلي هي الخيار الخامس ومرسومة حدا، بكبس عليها تاخذني على هاي الصفحة. بهاي الصفحة لازم يكون مكتوب اسم شبكة الواي فاي المحلية يلي عندي اياه بتقريبا تحت وسط الصفحة، وهذه الصفحة بتحتوي على شرح خطوات الشبك يلي نحن هلأ عم نعملها أصلاً. أكيد نسبة لهذه المعلومات بكبس على كلمة Next يلي موجودة بأسفل الشاشة. هلأ بهذه الصفحة بدي أكتب كلمة المرور تبع شبكة الواي فاي يلي عندي إياه ويلي بدي أشبك عليها الـ SC1. ضروري أتأكد من صحة الكلمة وأكتبها بتأني. بس خلص بكبس على علامة العين يلي موجودة على يمين كلمة المرور لتكشف لي الأحرف وتأكد من إنه كاتب كل شيء صح. بس خلص بكبس على Next بأسفل الشاشة تحت. بهالوقت بيكون التطبيق عم يتواصل مع الـ SC1 ليعطيك كلمة المرور المطلوبة ليشبك على راوتر الواي فاي المحلي يلي عنا إياه ليقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل أحسن. هيدي المرحلة بتاخد 30 ثانية تقريبا. إذا تمت هيدي المرحلة بنجاح وما كان في مشكل بالباسورد أو بالإشارة أو بأي شيء، بروح على الصفحة يلي بتبلش عبي فيها المعلومات عن الجهاز وين محطوط وشو اسمه هالقصص. اول صفحة عن معلومات الجهاز هي هيدي الصفحة يلي بدي اختار فيها صورة الفئة تبع جهاز الكهربائي يلي وصله على الاسي 1، هي فقط للتمييز مش اكتر. اذا ما وصلنا على هيدي الصفحة يلي بدنا نعمل ريسات للجهاز ونعيد كل اللي عملناه قبل، بس اختار فئة الجهاز الكهربائي، بكبس على كلمة Next يلي موجودة على يمين اعلى الشاشة، وهيدي لازم الصفحة الاخيرة بقلبها بدي اختار شو الاسم يلي بدي اعطيه للاسي 1 ليقدر ميزه عن غيره. بكبس تحت Device Name هون بهذا المربع اللي هون، بكبس بحط اسم يلي بدي اطلقه على الجهاز، انا بحط الاسم يلي بيناسبني، وبس خلص من هالاسامي اللي هون بنقي باي غرفه انا حاطط هذا الجهاز كمان لاقدر ميزه عن اجهزه ممكن تكون موجوده بغير غرف. وهيدي المعلومات هي محطوطه للتنظيم اذا كان عندنا كتير اجهزه لنقدر نميزهم عن بعض ونقدر نوصلهم بسهوله اكثر. بس اختار وخلص، بكبس على سيف يلي موجوده كمان فوق بيمين اعلى الشاشه. هلا صار الـ SC1 جاهز وبنقدر نتحكم فيه من هيدي الشاشه. اذا برجع على الشاشه الرئيسيه وبروح على الغرفه يلي موجود فيها الـ SC1 مطرح ما حطيته وبكبس على الايكون تبع الـ SC1 بيكبر وبيعطيني شاشه تحكم سريعه. بقدر اكبس على سويتش ودور وطفي الجهاز، واكيد بقدر احط تايمرز. واذا برجع لورا بس دور الجهاز ببين عندي على الايكون علامه اون واخضر فوق اذا كان داير الجهاز، واذا ما كان داير ما بيبين شيء. وفي حال الجهاز كان اوفلاين ما لقيت انترنت، اذا بكبس عليه بيكتب لي انه الجهاز اوفلاين. اكيد بقدر اتحكم من الـ SC1 من الخيارات السريعة اللي بيطلعوا لي بس اكبس على الايكون تبعه. بس تلاقي تفاصيل اكتر انا حاكبس على مور وفوت على الصفحة الخاصة بالـ SC1. بوسط الصفحة تبع الـ SC1 عندي الكبسة اللي بدوره وبطفي فيها الـ On والـ Off، وهي ذاتها هيدي الكبسة بتقل الوضعية او الحالة تبع جهاز الـ SC1 بالوقت الحالي. يعني اذا حدا دوره يدويا او من غير جهاز هذا الزر بيتغير لـ Off اذا طفاه او لـ On اذا دوره، وانا كمان اذا بكبس عليها بدوره وبطفي. على اليمين فوق بهيدي الصفحة عندي علامة ساعة مكتوب تحت التايمر، هيدي صفحة المؤقتات. إذا أول مرة بستعمل هذا الجهاز أكيد حتكون هيدي الصفحة فاضية. لزيد تايمر جديد بدي أكبس على علامة البلاس يلي مكتوب تحت حدا أد تايمر تحت على الشمال، بس أكبس عليها بتطلع لي ليستة بدي أختار منها أي نوع مؤقت بدي أستعمله أو أي نوع تايمر بدي أستعمل. في أربع أنواع تايمرز مختلفين. أول نوع هو سكيدجول تايمر يلي بيختار تاريخ والوقت لأمر تشغيل وإطفاء بصير مرة واحدة، وتاني تايمر هو لاب تايمر وهو مؤقت متكرر للأمر ذاته، مثلا كل يوم الصبح الساعة 8 ما عدا نهار الأحد بدور الجهاز أوتوماتيكيا. ثالث نوع تايمر هو سايكل تايمر وهو متكرر بس على وقت معين، مثلا كل يوم الصبح من الساعة 8 للساعة 10 ما عدا نهار الأحد الجهاز بيطفي 7 دقائق وبدور 10 دقائق، بضل يكرر هيدي الشغلة من الساعة 7 من الساعة 8 للساعة 10. وآخر تايمر هو الراندوم تايمر، هو مؤقت عشوائي بصير يدور ويطفي بأوقات عشوائية بداعي خداع الحرامية أو أي حدا عم بيراقب البيت مثلا ليخط أو ليعمل أي شيء. في حط عدة مؤقتات وكل مؤقت بقدر طفيه او افصله او الغيه او وقفه يعني من عبر هذا الزر يلي حده. هلا على يمين اعلى الشاشه عند ثلاث نقط، هول بياخذوني على صفحه الاعدادات السيتنجز. من هون فيي غير صوره الجهاز والفئه وغير الاسم تبع الجهاز، كمان فيي ارجع غير الغرفه يلي موجود فيها الجهاز اذا حبيت. واخر شيء بالصفحه تبع الاعدادات عند الفيرمور ابديت. عاده التطبيق بفتش اذا في ابديت جديد، بس يفضل من وقت لوقت انه نفوت لهون ونكبس على تشيك فور نيو ابديت مشان نشوف اذا في تحديث جديد للبرنامج او للفاصل بحد ذاته. هذا شيء لصالحنا لانه بنستفيد من التصليحات الجديده ومن الفيتشرز الجديده.
فصل الكهرباء الذكي الS1 بيتفاعل مع حساسات برودلينك عبر نظام FTTT، يعني إذا كان عندي مجموعة الإنذار الS2 يلي مؤلفة من حساس حركة وحساس باب أو شباك، أو إذا كان عندي الA1 يلي بفحص جو الغرفة عبر حساسات حرارة رطوبة ضوء ضجة، من خلال هذه الحساسات بخلق تفاعل. مثلاً إذا السنسر أو حساس الباب انفتح أو سنسر الحركة كشف حركة، تلقائياً ببعت أمر وبدور الS1، أو مثلاً عبر الA1 إذا درجة الحرارة تخطت رقم نحن منحدده او رطوبة خطت رقم نحن منحدده، تلقائيا بيطفي او بدور الجهاز. واخر شي بدي احكي عنه هن سمارت سبيكرز او سبيكرات الذكية امازون الكسا وجوجل هوم. من خلال استعمال تطبيق انتليجنت هوم سنتر بقدر اتحكم بالS1 عبر ارسال اوامر صوتية للامازون الكسا ولجوجل هوم، وفي فيديو مخصص رح يشرح عن هذا الموضوع. هذا كل شي عن الS1 بهيدي الحلقة، على امل انه ما كون نسيت شي وكون قدمت معلومات مفيدة. اذا الفيديو نال اعجابكم اعطونا لايك واكبسوا على فولو او سبسكرايب، تابعونا على يوتيوب او اي بلاتفورم تاني وتعرفوا عن كل فيديو جديد او كل جديد لنا. وكمان فيكن تتابعونا وتتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. واذا حبيتوا تشتروا هذا المنتج وكنتوا بلبنان، في لينك موجود بالتفاصيل تحت لموقعنا الالكتروني. كمان في رابط لمتجر الكتروني عالمي بيوزع على كل العالم بكلفة شحن متدنية جدا. شكرا على مشاهدتكم لهالفيديو وين ما كنتوا. باي.